السلام عليكم ورحمة الله. في الدرس السابق عملنا مع بعض الصفحة بهذا الشكل، تمام؟ الآن بدنا نروح نقسم الصفحة، نضيف المحتوى اللي موجود عندنا، نعمل أقسام ونضيف المحتوى. طبعا جسم الصفحة عندي ديف كبير موجود بداخله 1 2 3 ديف، تمام؟ وبنبلش مع بعض نغير بخصائص هاي الديفيجنز لحتى نوصل للشكل اللي موجود عندنا. نروح على ال HTML، نضيف المين ديف ونعطي كل واحد منهم كلاس لحتى نقدر نعدل عليه. هنعطي الديف الرئيسي نعطي كلاس مين ديف بداخله، هاي كمان ديف، الديف هذا بنعطيه كلاس ليفت ديف، نسكر، وكمان ديف بدي ياخذ كلاس راي ديف، وكمان ديف اللي هو الفوتر كلاس فوتر هذا الشكل. هاي اخذنا الاربع ديف، الان نبلش ننسق فيهم. اول اشي دوت مين ديف بدي اعطيه انا بس باك جراوند كلر على اساس دوت مين ديف نعطيه باك جراوند كلر على اساس يبين معنا، بعد هيك ان شاء الله بنغير. باك جراوند كلر ناخذ هذا اللون حنغيره فيما بعد، تمام. الويدث بدنا اياه 85% من الصفحة، 85% مش الصفحة بشكل كامل. والهاي مبدئيا ناخده 500 بكسل، بدأ يظهر معاي. الآن كيف بدي أوسط الديف في نص الصفحة؟ فراح أضيف شغلة اللي هي مارجن، نعطي القيمة أوتو، حط لي إياها في نص الصفحة. طيب نشوف الشغل اللي إحنا اشتغلناه، سيف أول، نرجع للصفحة نعملها تحديث. لاحظنا انه 500 فيها منها 120 جاي ورا، وبأحرك بتضلها ورا. الآن بدي أطلع هذا الدف لحاله وأعطيه موضع بالنسبة للصفحة، موضع مناسب في الصفحة اللي موجودة عندني. بدنا نعطيه اللي هو بوزيشن، القيمة الثانية بوزيشن ريلاتيف، تمام. ريلاتيف معناته بدي يتأثر ويأثر باللي حواليه. الآن أي حركة لاحظه ريلاتيف صار إنه هو بيتحرك، فيش عنده أي مشكلة، لكن جاي فوق أنا بدي إياه يبدأ بعد 120، فبالتالي بدنا نعطيه قيمة من التوب مبدئيا ينزل 130 بكسل. نشوف، لاحظوا هيك الأمور تمام، لكن لما أجي تحركت إجا غطى على الديف اللي فوق، لكن هنا لما أجي أحرك بيجي وراه، فبالتالي بدي أعطيه كمان قيمة اسمها زد إندكس. إيش القيمة في اتجاه الزد في البعد الثالث؟ أعطيه -1 فقط. بهذا الشكل بيرجع لورا، ببلش أنا أحرك بشكل سهل وما بغطي على الديف الأساسي اللي إحنا اشتغلناه في الأول. طب في بعض الخصائص رح نرجع لها بعد هيك لما تلزمنا، بنرجع تاني وبنعملها مع بعض ان شاء الله. بدي ابلش انا اقسم بالرايت ديف والليفت ديف، دوت ليفت ديف ليفت ديف، نشوف ايش فيه او ايش ماخذ خصائص.
بدي اعطي الويدث 75% من مين؟ من الديف اللي اكبر منه، من المين ديف. تمام. الهاي او اللي هو الارتفاع ياخذ 90% من ارتفاع الديف اللي اكبر منه. نعطيه باك جراوند كلر، باك جراوند كلر وايت. لاحظوا بدا يبين معاي بهذا الشكل. طيب نعطي هذا، مش مشكله بعدين لما نضيف النص. تمام. هاي هذا ده. نروح برضو ل ليفت ديف وناخذ كمان الرايت ديف دوت رايت ديف. الويدث 25 باقي 75. تمام. الهاي 90% ماشي. الباك جراوند كلر نعطيه مبدئيا يلو. نشوف النتيجة. هاي الأبيض وهاي الأصفر إجا معاي تحت 25 مش 275. هاي إجا تحت. كيف أنا بدي أجيب هذا جنب الأبيض؟ فبدنا نروح نعمل خاصية الفلوت للليفت ديف. أقول فلوت ليفت. ولا الرايت ديف كمان نعطيه فلوت خاصية التعويم ليفت. هيك اجا الاصفر جنب الابيض بهذا الشكل. تمام. بضل عندي الفوتر، نشوف ايش بدنا نعطيه. دوت فوتر الويدث حياخد 100% من عرض الديف الأكبر منه. ويدث 100%. الهاي كنا نعطيه بيكفي 30 بكسل. لون خلفية باك جراوند كلر عشان يظهر معانا، نعطيه هذا اللون. طبعا هذا اللون جاي من الألوان ماريو نفسها. نشوف نتيجة هذا الكلام على الصفحة. أعطينا الويدث والهاي. تمام. لكن مش ظاهر معنا كيف بده يظهر. جاي وراء الاثنين هدول لأنه هذا فلوت ليفت وهذا فلوت ليفت، هو حيجي وراهم. فأنا حاطي خاصية اسمها كلير بوث. ما بديش اياه يكون في فلوت، بدي يجي بعد الاثنين اللي موجودين فوق، لا من الشمال ولا من اليمين. فهي اجى عندي في الاسفل. ال 30 قليله، ممكن احنا نيجي نعملها 40 بكسل. بدنا نرجع نحط المحتوى في الصفحه. المحتوى في عندي هنا ديف له خلفيه اللي هي هذه الصورة، وفي عند النص. بدي انسخ النص. اجي في الديف اللي هو الليفت ديف، جواته بدي اعمل اثنين ديف. بالليفت ديف خلينا احط النص بهذا الشكل. بتعمل بداخله كمان ديف للصورة كلاس.
image. نصف قد حط في أنا اللي هي الصورة. وروح أنسقه. هنا أنا حطيت ال div. الكلاس هذا اللي اسمه image.image بدي هاي ثلاثمئة بكسل. width ايضا 300 بكسل. ومارجن اوتو يجي في نص الصفحة. وباك جراوند باك جراوند ايمج ناخذ اليو ار ال براوز وناخذ الصورة هاي. باك جراوند زي ما قلنا من شوية سايز نقول له كفر. نيجي على هاي الصفحة سيف اول. هي موجود بهذا المكان. ممكن نخلي الباك جراوند سايز نعطيها 300 زي حجم الديف. ونعمل له في هنا اعاده. فانا بعمل له باك جراوند ريبيت نو ريبيت. نو ريبيت. نحفظ نطلع هاي النتيجة. طيب الآن نيجي ننسق النص. النص هذا اللي موجود بداخل الديف راح نشوف. في ديف اللي اسمه رايت ديف ليفت ديف. ليفت ديف نعطي فونت سايز بكفي 20 بكسل. تكست الاين اساس نعمل له ضبط. تكست الاين ممكن نعمل له جاستيفاي ضبط. اللون لون النص كلر بلاك. نشوف النتيجة أي نتيجة ظهرت عندي. لكن في عندي مشكلة. فبالتالي الآن بدي أرجع للأبعاد. الهاي 90% الهاي المين ديف بدي أعطيه هاي. نجرب أوتو طيب 800 بكسل 900 بكسل. تسعمية كويس. الآن بدنا نيجي نعطي للديف اللي في الوسط اللي هو الليفت ديف بادنج أساس نبعد النص عن حوافه. بادنج 15 بكسل. وبدنا نلاحظ ايش بيظهر معانا. مشكلة انه كبر زاد لي من هنا 15 ومن هنا 15 على الحجم الاجمالي للديف. فبالتالي بدي اضيف خاصية كمان اللي هي بوكس
سايزنج بوردر بوكس، انا دائما اضل متقيد بالبوردر تاعت البوكس اللي موجود عندي بهذا الشكل. الان بالنسبه للرايت ديف، الرايت ديف محتاج باك جراوند ايمج، باك جراوند ايمج نعطيه يو ار ال براوز، ناخذ الصوره هاي نفس الفكره اللي بنعملها، هاي الباك جراوند ايمج، باك جراوند سايز احنا العرض عندنا 25%، ممكن نقول له اللي هو الباك جراوند سايز مثلا 45%، نجرب باك جراوند ريبيت نو ريبيت باك جراوند بوزيشن سنتر توب. شوف هاي ظهر معانا بهذا الشكل. الفوتر هذا بدنا اياه ينزل شويه لتحت، فممكن اجي للفوتر نعمل له اللي هو مارجن توب 15 بكسل مارجن ونرفع لون الخلفية للمين ديف الكلر نعمله وايت نيجي للرايت ديف مارجن بوتوم خمسة عشر يظهر معانا بهذا الشكل. حتى يمكن الباك جراوند كلر للمين كونتنت مش كتير يعني المين ديف بهذا الشكل. انا بكون قسمت محتوى الصفحة تمام، وضفت الخلفيات، ضفت الصور، ضفت نص، ونسقت هذا النص اللي موجود عندنا. ويعطيكم العافية.